بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوة الأكارم قال الله تعالى في محكم كتابه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نعم أثنى الله تعالى على الفتية على أصحاب الكهف شباب في مرحلة القوة من عمرهم شباب ضحوا بالدنيا وبما فيها من أجل الله تبارك وتعالى ففي هذه الفترة الحرجة من عمرهم هذه الفترة التي يسأل الإنسان عنها يوم القيامة إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه فهذه الفترة من العمر يسأل الإنسان عنها ولخطورة تلك الفترة لخطورتها يؤجر الله سبحانه وتعالى الإنسان على طاعته وعلى عبادته له سبحانه وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله فالأجر عظيم وموضوع خطبتنا أهمية الشباب والتحديات التي تواجههم في هذا العصر وبعض الحلول التي يستطيع الشاب أن يلتزم بها لتعينه على عبادة الله وعلى طاعته فهذه الفترة وهذه المرحلة هي مرحلة القوة قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة مرحلة القوة إذ سماها الله تبارك وتعالى كذلك والرسول صلى الله عليه وسلم إنما نصر بالشباب فكان أكثر من أسلم معه وهاجر معه صلى الله عليه وسلم هم الشباب ونصروه وعزروه واتبعوه صلى الله عليه وسلم ومن التحديات التي تواجه الشباب في هذا العصر وفي جميع العصور لا سيما في هذا العصر وفي هذه البلاد تحديات أربعة أو خمسة أولاها بلا ترتيب مسبق تحدي الهوية فالشاب لابد أن يعرف سبب وجوده لماذا أوجده الله تبارك وتعالى ولماذا خلقه يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فلابد أن يعرف الشاب أنه خلق ليعبد الله ولكن حياته ليست للصلاة وللصيام ولقراءة القرآن وللذكر فقط وإنما هي لعمارة هذه الأرض فيقول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة يستخلفه استخلفه سبحانه وتعالى في هذا الأرض ليعمرها وليحكم فيها بما أنزل الله ليحكم بالعدل وبالمساواة وإنما حمل الإنسان الأمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فلا بد للشاب الذي نشأ في هذه البلاد أن يعرف أنه مسلم ولا تعارض بين انتمائه إلى دين الله تبارك وتعالى وانتمائه إلى هذا الوطن فيمكن أن يكون مسلما بريطانيا مسلم أوروبي كما أن أبواه مسلمين أسيويين إفريقيين من أي مكان فالأرض لله تبارك وتعالى الأرض جميعا لله تبارك وتعالى وكذلك من التحديات القدوة فالقدوة الحسنة أهم شيء والله تبارك وتعالى جعل لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة أي قدوة فهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي معاملاته مع أهله مع أزواجه مع أولاده مع جيرانه مع أصحابه مع أعدائه مع كل الناس في كلامه وفي صمته صلى الله عليه وسلم هو قدوة لنا صلى الله عليه وسلم فإذا لم يقتدي الشاب به بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأصحابه فلا بد أن يقتدي بغيرهم فسيقتدي بلاعب الكرة أو بمغني أو بممثل أو بإنسان منحل ساقط أخلاقياً والعياذ بالله سيقلده في جميع حركاته وكلامه وتصرفاته فإذا سيضل فالله تبارك وتعالى أمر نبيه بالاقتداء بمن هم دونه من الأنبياء ذلك هدى الله فبهداه مقتده أمره بأن يقتدي بالأنبياء فلا بد أن نعلم شبابنا منذ صغرهم من صغرهم أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام ومن التحديات كذلك الشبهات فالشبهات سببها الجهل في الدين وهي من جانب الإفراط أو التفريط فقد يفرط الشاب ويتساهل في أمور الدين يتساهل في حقوق ربه ويتساهل في حقوق آبائه وزوجته وأولاده وجيرانه وزملاته في العمل ويفرط ويسهل حتى مع نفسه فيظن أن دخول الجنة لا يحتاج إلى عناء وإلى بذل وعطاء وتضحية أو من جانب الإفراط فيغالي في الدين كالثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها فقالوا ما لنا ورسول الله وقد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أنه لن يتزوج وسيعتزل النساء وقال الثاني أنه سيقيم الليل ولا ينام وقال الثالث أنه سيصوم ولا يفطر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سمع مقولتهم وغضب قال صلى الله عليه وسلم فمن راغب عن سنتي فليس مني فالشاب الذي يغالي في دينه هذا كذلك يضل عن الطريق المستقيم ومن التحديات كذلك تحدي الشهوات فالله تبارك وتعالى أودع في كل إنسان شهوة المال وشهوة النساء وشهوة الجاه ولكن ما من شهوة أودعها الله تبارك وتعالى في الإنسان إلا وجعل لها طريقا مستقيما تسري خلالها فحرم الله تبارك وتعالى الزنا وأحل الزواج وحرم الله تبارك وتعالى الربا وأحل البيع وحرم الله تبارك وتعالى بعض اللحوم وأحل أكثرها وحرم الله تبارك وتعالى بعض المشروبات
وأحل أكثرها سبحانه وتعالى. فعلى الشاب أن يعرف ويفقه أن ما حرمه الله تبارك وتعالى إنما هو القليل، وما أباحه إنما هو الكثير. ومن الحلول التي يمكن للشاب أن يلتزم بها لتعينه على عبادة الله وعلى طاعته في تلك المرحلة الحرجة أن يتعلم شيئاً من دينه، يتعلم ويحضر دروس علم وحلقات، ويستمع إلى المواعظ، يتعلم من هو ربه ومن هو نبيه ومن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ليقتدي به. وعليه كذلك بالالتزام بالجماعة، بجماعة المسلمين وبالصحبة الصالحة التي تعينه إذا تذكر وتذكره إذا نسي. وكذلك عليه بمحاربة الفراغ، فالفراغ يقتل ويدمر. على الشاب أن يملأ وقته بأشياء مفيدة بناء له، إما أن ينفع نفسه في دنياه أو في آخرته، فلا يترك نفسه فارغا لا عمل له، فيفرغ طاقته في الرياضة ويلبي حاجة عقله بطلب العلم، ويلبي حاجة قلبه ونفسه بالعبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الحلول التي تعين الشاب على عبادة الله والالتزام به والالتزام بحدوده الزواج المبكر، الزواج الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا أصحابه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فنسأل الله تبارك وتعالى، نسأله أن يهدي شبابنا وأن يلهمهم سبيل الرشاد، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا، وأن يقضي حوائجنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, we bear witness that there is no God but Allah, and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his final messenger. Indeed, he whom Allah guides, none can misguide. And he whom Allah misguides, none can guide. My dear respected brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala compliments a group of young men who sacrificed high positions and the allurements of this dunya, seeking his pleasure and his countenance alone. So he says, إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى. Indeed, they were fitya, young men, whom believed. So we increased them in belief and guidance. This critical juncture in everyone's life is one that we will all be asked about on the Day of Judgment. For the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said that none will move on the Day of Judgment until he is asked about four things: about his life, how he spent it, and his youth, how he exhausted it. The youth, a period where there are incredible challenges and crises that face the young man and woman, not least in this climate and this reality that we exist in. It's so incredibly important, where the reward is proportionate to the difficulty experienced. So the Messenger sallallahu alayhi wa sallam says of the seven who will be in the shade of Allah's throne on the day when there is no shade but His, that from amongst these seven is a young man, or woman of course, who grew up in the worship of Allah. For indeed,
Such a great reward is proportionate to the great difficulty it is, the great difficulty experienced in shunning bad company and in shunning desires and lusts and doubts and turning to Allah tabaraka wa ta'ala. So today we speak about the importance of this stage and the challenges faced and some of the solutions to deal with the problems and with the challenges that are experienced during this phase in everyone's life. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, indeed I was supported and given victory by the youth. The youth who followed the Messenger sallallahu alayhi wa sallam and adhered to his message from the moment it was revealed to him sallallahu alayhi wa sallam. The period of their life that is the strongest they will ever be. Allah subhanahu wa ta'ala, he says, Allah is the one who created you from weakness, and after weakness, he granted you strength, and after strength, he made you weak and go and gray. So this period of strength between two weaknesses is that which the companions of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam utilized and exhausted in the service of this religion. And it is the period that we must utilize and we must invest in so that we have the best results come 10, 20 years down the line. But there are challenges, incredibly difficult challenges. And in no specific order, the first of these challenges is the challenge of purpose. Why do I exist? A question that every human asks himself, not least during the period of youth. Why do I exist? What is the purpose of my life? Allah tabaraka wa ta'ala has answered this question. From amongst the four key themes in the Quran, Allah answers the purpose of everyone's existence. And he said, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. And I did not create man and jinn except to worship me. So we exist to worship Allah. But worship is not restricted to salah and siyam and dhikr and qira'ah of Quran. No. Worship extends to building and constructing and elevating the level of mankind and establishing justice and peace. So Allah subhanahu wa ta'ala made us his vicegerents on earth, his stewards. إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah tells the angels, I will place on earth my viceroy to rule and judge by what Allah subhanahu wa ta'ala has revealed, so that justice is established and so that peace is also established. And mankind is burdened with this responsibility, the responsibility that the heavens and the earth and the mountains shied from. So therefore, this first challenge, the challenge of purpose, what I exist for, should be answered at a very early stage. And that is upon the parents, upon the caregivers, to instill this message in their young. Why you exist. And another of the challenges is that of identity. Some, in fact, many Muslim youth experience at one point or another a crisis of identity. To whom do I belong? To whom do I adhere myself? Do I attribute myself? Does it contradict my religion to be British or European? No, my dear respected brothers. There is no conflict or contradiction between the two. For indeed, there is no race favored by Allah. Be it Arab, non-Arab, there is no color favored by Allah. There is no indication of any ethnic group that one should adhere to or one should shy from and escape. So there is no conflict between a British Muslim or a European Muslim. There is no compromise in our religion in doing so. And it is upon the caregivers
and the educators of our youth again to instill this principle that just as you can be a Bengali Muslim or a Pakistani Muslim or a Somali Muslim or a Moroccan Muslim, you can be a British Muslim. There is no harm, there is no blame in that whatsoever. And also from the challenges that face our youth is that of role models. Allah subhanahu wa ta'ala has also solved and given an answer to this problem. And he said, لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. There has been for you in the Messenger of Allah the best example. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. For he whom seeks Allah and the final day and remembers Allah abundantly. If we do not seek an example in the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, then know that we will look to others to emulate. For this is the human nature. If we do not follow one, we will follow another. So the one who does not follow the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, or his fellow prophets and messengers, or his companions, or the righteous, then he will indeed follow the footballer, he will follow the pop star, he'll follow the actor, he'll follow a celebrity who has achieved celebrity for no apparent reason, a blogger, an Instagrammer, a YouTuber. And this is what we see amongst our youth. Those who turn away from the Messenger sallallahu alayhi wa sallam for their lack of knowledge of him sallallahu alayhi wa sallam. Because a misconception that many have, that there is difficulty in following the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. There is harshness in adhering to his, emulating his character, when the opposite could not be more true. So if we do not follow the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, where he is an example to us in his worship and in his dealings with his wives and with his children and with his neighbors and with his friends and with his foes, he is an example to us in how he speaks and how he is even silent sallallahu alayhi wa sallam, then know that we will follow others. We will follow them when they are not worthy of following, to the extent that if their genes are ripped in a certain manner, we'll rip our genes like they do. And that is the reality, my dear respected brothers and sisters. And also from the challenges that face our youth is that of doubts. Doubts in the religion that are again due to an ignorance in the religion. Doubts due to lack of knowledge. So there will be two extremes, an extreme of negligence and an extreme of harshness in the religion. Negligence, where one will say, Allah is Ghafoor Rahim, Allah will forgive. Yet he does not ask for forgiveness, yet he does not seek it in his actions. And an extreme where there is harshness. And from the first generation, a group of companions asked about the Prophet's worship. So when they heard it, they said they considered it to be little. They thought the Messenger sallallahu alaihi wasallam's entire day would be spent in worship. So one said, I will abstain from women and never marry. And one said, I will pray all the night and never sleep. And the third said, I will fast every day and I will never eat. And the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, I am the most pious of you and the best worshipper. And I eat and I fast and eat and I pray the night and I sleep and I marry the women. And he who turns from my sunnah, from my path, is not of me. So the doubts in the religion, they can only be solved by knowledge, my dear respected brothers and sisters. Knowledge gained by attending circles. Knowledge gained by reading. Knowledge gained by seeking the knowledgeable rather than just web searching them. And the final challenge we'll mention in today's short khutbah is that of desires. The young, the youthful are full of boundless energy and potential. And that energy must be exerted in some way or another. And the desire for wealth, for sexual gratification, for status, is strongest during this phase
But Allah subhanahu wa ta'ala did not create a desire within us and place it and instill it within us, except that He created for it a permissible channel through which we can satisfy this desire. So Allah subhanahu wa ta'ala, He forbade fornication and He permitted marriage. He forbade alcohol and He permitted many other beverages. He forbade certain meats and He permitted almost all of the others. So Allah subhanahu wa ta'ala has given us a means to satisfy these desires that He Himself subhanahu placed within us. And we must know this. There is no restriction and denial in Islam, as some may believe that it is absolute restriction and denial. And very quickly, from amongst the solutions for some of these issues that face our young is, of course, seeking knowledge. Seeking knowledge to know Allah, to know what He has revealed to us about His reality, to know His messenger so we may adhere to His character, to know His companions so that we may love them and know that we can follow them. And adhering to the jama'ah and finding good companionship that will help you if you remember and remind you if you forget. And combating idleness, to not sit free without doing anything. That energy will have to be expelled some way. It will be through antisocial behavior, or it will be through something productive, such as a sport. And to satisfy that intellectual urge by reading and seeking knowledge. An early marriage also, within the legal parameters, of course, as the Messenger sallallahu alaihi wasallam urged the companions who are able to marry to do so. For indeed, it helps in averting the gaze and it fortifies one's private regions. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide our youth and to keep them upon the straight path. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant them knowledge in their religion and to make them love the Messenger sallallahu alaihi wasallam and wish to emulate him and adhere to him sallallahu alaihi wasallam. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make this mosque a place of learning, a place of disseminating true understanding of Islam and of the Messenger sallallahu alaihi wasallam and his companions. هذا وصلوا وسلموا على خير الأنام فإن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه ثم بكم أيها المؤمنون فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزد لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأتم وأجل وأكبر وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله